فاهم الناس حاجه. اتفضل يا سيدة الفاضلة. نعم. من كرم ربنا علينا ومن سماحة أيوة الإسلام. أيوة. انه عمل تعدد الأزواج. ما بنقولش حاجة سمعنا وقطعنا يا سيدة. استني. من كرمه أكبر انه جعل التعدد ده في المقدرة. أيوة. المالية والمقدرة الجسمانية. ما قلناش حاجة برضو. ثواني. النهاردة احنا بنعاني من عنوسة. انت تعلمي انه في 10.5 مليون عدوا سن الـ30. برضو ما قلناش حاجة. ده انا نفسي يكون في تعدد ازواج بامر القانون مش يستأذنها. نفسي يطلعها بكرة قانون. وانا نفسي مشايخ الازهر يحركوا الدولة في مجلس الضروره اللي جاي ده، اللي ربنا ما يعلم بيه رايح فين ولا جاي منين. انه الزوج ممكن يتزوج بزوجته بحكم القانون، بحكم يعني بحكم القانون يتجوز تاني عشان حل مشكله العنوسه. هو الشرع. يبقى حليت مشكله اجتماعيه. واكدت على يعني التعدد هو في نظرك حل مشكله العنوسه الاثنين.